على أرضه وبين جمهوره توج المنتخب البرازيلي بلقب القارة اللاتينية بعد فوزه على البيرو بثلاثة أهداف لهدف. وافتتح منتخب السامبا التسجيل في الدقيقة 15 عن طريق اللاعب إيفرتون. قبل أن يحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لمنتخب البيرو، سددها جيريرو ليعادل النتيجة عند الدقيقة 43. ووصل البرازيليون بحثهم عن الهدف الثاني. قبل نهاية الشوط الأول استطاع خيسوس إعادة الأسبقية لمنتخب بلاده بعد تسجيله الهدف الثاني. وقبل نهاية اللقاء احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لمنتخب البرازيل، ترجمها اللاعب ريتشاردسون لهدف ثالث. وبهذا التتويج تخلص منتخب البرازيل من عقدة ملعب الماريكانا الذي شهد الخسارة التاريخية والمدوية لمنتخب ألمانيا في مونديال 2014، خسارة هزت بلاد السامبا. فبعد غياب دام 12 عاما عن تتويجها الأخير، عادت البرازيل وعادت معها الألقاب لتضيف إلى خزائنها لقبا تاسعا في تاريخ البطولة. والآن نرحب هنا معي في الاستوديو الزميل والخبير في الشؤون الرياضية أدهم حبيب الله، مرحبا بك. ومن البرازيل أريد أن نرحب بهيثم عربية من البرازيل. هيثم، بداية كيف الأجواء في البرازيل؟ يعني أعتقد فرحة كبيرة. الأجواء جدا جميلة، فرحة كبيرة كبيرة، خاصة بالملعب مبارح بالماراكانا كانت الأجواء نارية مشتعلة. نعم هيثم، أدهم هنا معي ويريد أدهم، أردت أن تسأل هيثم عن نيمار. يعني تحدث عن نيمار ميسي، الحديث طال في هذه البطولة أيضا عن صفقة لربما قد تكون بين نيمار وبين ميسي في برشلونة. بداية يعني كيف هو الحديث في الشارع البرازيلي عن هذه الصفقة، وهل فعلا نيمار في طريقه إلى برشلونة؟ وأيضا يعني الجميع تحدث أن بدون نيمار المنتخب البرازيلي بأفضل أحواله. أولا خلينا نتحدث عن نيمار. نيمار هو نجم المنتخب الأول دون شك، بس بالبرازيل بالشارع البرازيلي عند الجماهير لا يوجد نجم، يوجد منتخب ولاعبين، أسماء لا توجد. قبل مجيء للبرازيل ظننت أن وجود نيمار سيكون عامل مؤثر للجماهير، محبة الجماهير لنيمار، ولكن هنا وجدت أن البرازيل لا تعترف بالنجوم، تعترف فقط باللاعبين. أما بخصوص انتقال نيمار لبرشلونة، على عكس شخصية نيمار أدهم أعتقد. هيثم أريد أنا أشكرك وأريد أن أتمنى يعني انضم لفرحة الشعب البرازيلي هيثم عربية من البرازيل، شكرا لك. سأستمر معك أدهم، كيف نستطيع أن نقرأ بالفعل هذا الفوز البرازيلي بهذه البطولة؟ فوز كبير لمنتخب البرازيل بعد غياب أكثر من 12 عاما عن البطولات. المرة الأخيرة التي فاز بها منتخب البرازيل في كوبا أمريكا كانت عام 2007، ونحن نعرف أن في نفس الملعب سقط منتخب البرازيل، السقوط كان مدوي بعد خسارتهم لمنتخب ألمانيا بسباعية. هذه الخسارة ما زالت عالقة في ذهن كل برازيلي. نحن نعرف أن هذا المنتخب العملاق، منتخب الذهب، بالأمس استطاع منتخب البرازيل في نفس الملعب أن يمحي الذاكرة والعودة إلى مسار الألقاب والبطولات بدون نيمار كما تحدثنا أيضا مع هيثم. ولذلك باعتقادي كان فوز مستحق على منتخب البيرو. أدهم باختصار، باعتقادك ما حصل في المباراة، يعني في مباراة الأرجنتين وإبعاد ميسي، خيم على نهاية هذه البطولة؟ نعم، باعتقادي يعني ميسي قد أنهى، دعينا نقول، عهده مع فريق الأرجنتين بدون ألقاب. هذا المنتخب يعني رأينا بالأمس أول أمس بدون طبعا بدون ضغط نفسي كيف فاز على منتخب تشيلي، ولكن أيضا إذا ما تحدثنا يعني طبعا نعم. طب أعتذر أدهم لضيق الوقت، أريد أن أنتقل إلى الكرة النسائية. منتخب النساء الأمريكي فاز مجددا ببطولة العالم لكرة القدم، هل تربعت يعني نهائيا لاعبات الكرة الأمريكية على عرش الكرة الأمريكية؟ إنجاز كروي يعني لمنتخب الولايات المتحدة للسيدات للمرة الثانية على التوالي والرابعة والخامسة، كانت هي وصيفة، يعني كان منتخب الولايات المتحدة وصيف في المسابقة وهو إنجاز. ولنستمع أيضا يعني رنين إلى ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
عن فوز منتخب بلادي بهذه المسابقة. لنستمع. أريد أن أهنئ فريق كرة القدم النسائية على الفوز بكأس العالم، إنه لإنجاز رائع. لقد كانت مباراة مثيرة للغاية وشاهدت القليل منها. إنهما لاعبات يمثلن الولايات المتحدة، وللمرة الرابعة هذا أمر هائل، لذا أبارك للفريق على الفوز بكأس العالم. إذن ترحيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أدم، كيف أثرت النقاشات السياسية ورفض نجمة المنتخب الأمريكي زيارة البيت الأبيض احتجاجا على سياسات ترامب؟ وهنستمع لتهنئة من ترامب. هذه القضية كانت قبل أسبوع، واستمرت كل التغريدات ما بين اللاعب الأمريكي ورئيس الأمريكي دونالد ترامب الرافضة طبعا لسياسات ترامب. وواضح يعني بعكس ما يجري في منتخبات عربية أخرى المزيج ما بين السياسة والرياضة، ولكن كرة القدم لها قوانين خاصة على ما يبدو عند الغرب. وواضح يعني لم يؤثر هذا الشيء على غرف الملابس، بل كان هناك احترام أكثر لقرارات اللاعبة وعدم الزج بها إلى دكة الاحتياط، إنما إعطائها أكثر الفرصة. مواضيع كثيرة يعني توجد اليوم في الرياضة. بطولة أفريقيا، الجزائر أنقذت الدول العربية. منتخب الجزائر يعني بعكس ما جرى مع منتخب المغرب، بعكس ما جرى مع منتخب مصر في الأيام الأخيرة، استقالات منتخب الجزائر هو أفضل منتخب عربي حتى الآن في هذه النسخة، وبتحديدا في مصر، وبالإضافة إلى ذلك هو أفضل منتخب إفريقي في هذه النسخة، يقدم أداء ممتاز. بالأمس شاهدنا هذا المنتخب كيف استطاع الفوز على منتخب غينيا بثلاثية، وهذا كان فوز كبير لهذا المنتخب. ولنشاهد أيضا بعد فوز منتخب الجزائر والمفاجأة التاريخية لمنتخب مدغشقر الذي صعد طبعا هو الآخر إلى دور الثمانية، نشاهد طبعا ترتيب المباريات التي من المفترض أن تكون أو تبدأ بعد غد، مباريات دور الستة دور الثمانية، حيث سيلاقي طبعا دور الثمانية هذه المباريات التي ستعرض الآن على الشاشة. منتخب بنين سيلاقي منتخب السنغال، وأيضا منتخب جنوب أفريقيا سيلاقي منتخب نيجيريا رنين. طبعا هذه المباريات يوم الأربعاء، أما المباريات الأخرى فهي على النحو التالي: منتخب الجزائر سينتظر الفائز في المباريات المتبقية هذا اليوم، وأيضا منتخب مدغشقر. إذا منتخب الجزائر هو المنتخب العربي الوحيد حتى الآن الذي صعد، بعكس منتخب المغرب الذي غادر هذه البطولة، وهناك غضب أيضا في الشارع المغربي وغضب آخر في الشارع المصري في أعقاب تلك النتائج ومغادرة كل من منتخب مصر. تحدثنا بالأمس أيضا عن هذه المغادرة، مغادرة منتخب مصر، استمرت أيضا اليوم إقالات استقالات. نعم. بعكس ما يجري في منتخب الجزائر، فرحة في الشارع الجزائري. أدهم، أريد أن أشكرك في هذه المرحلة الزميل والخبير في شؤون الرياضية أدهم حبيب الله.